ولازم تحصل مع اتحاد الكوره. يعني تلاقي في بعض الامور طلع قرارات قويه ولكن لازم تاخدنا للمشاكل. في تخبط كبير جدا في الجبلايه بسبب مباراه الفاصله ما بين الاهلي والزمالك. احنا معانا زميلنا الناقد الرياضي كريم عبد المحسن، هنتكلم معاه في هذا الامر. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الخير يا استاذ محمد، واهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. موضوع ماتش 99، يعني ايه المشكله اللي بتستدعي ان انا ااجله لاجل غير مسمى؟ والله هو زي ما حضرتك قلت، يعني هو تخبط من اتحاد الكوره وحلقه جديده في مسلسل التخبط اللي مش عايز ينتهي، يمكن من ساعه ما موجود احمد مجاهد رئيس لجنه التطبيع الموجوده دلوقتي اللي بتدير الاتحاد. وبالمناسبه هي لجنه التطبيع هي نورماليزيشن كوميتي، هو ياما يعني اتكلم في القصه دي ايام عمرو الجناني ما كان موجود، فالمسمى ما فيهوش حاجه غلط عشان بس الموضوع ما يتفهمش بشكل خاطئ. يعني هي كده كده لجنه تيسير اعمال، يعني ما هوش حاجه يعني لما تيجي تطلع عليها مصطلح زي ده مش عيب يعني. يعني بس عشان في ناس بتفهم غلط، اصلي بتربط بين كلمه تطبيع وبين حاجات تانية بعيد عن الكوره، لا هي اسمها نورماليزيشن كوميتي، فده المسمى بتاعها. هو زي ما حضرتك قلت، هو تخبط من اتحاد الكوره. الماتش ده يعني دايما مهندس احمد مجاهد لما بيطلع يتكلم يقول اصل دي دوره تنشيطيه وبطوله مش مهمه وما بتوصلش لاي حاجه، واحنا كملناها بس عشان اللعيبه ما تقعدش في بيوتها. وفي نفس الوقت ومع كل الكلام ده، هو مش عارف يعمل ماتش فاصل 90 دقيقه بين الاهلي والزمالك. يعني ايه السبب؟ يعني مفيش ملاعب مثلا؟ مفيش حكام؟ ما انا عايزين نفهم ايه السبب. انا دلوقتي عندي ماتش في 99، بطولات الناشئين على فكره يعني الحده ما بين الجهازين الفنيين واللعيبه ما بتبقاش كبيره قوي والدنيا بتبقى ماشيه. طب وانت عملت الماتش اللي هو العوده، طب ايه المشكله؟ لا مش عوده، هو اصل هو يعني هو حصل حاجه بس حضرتك، البطوله دي كانت من دورين، ولما اللجنه الموجوده دلوقتي في الاتحاد جت عملتها يعني غيرت النظام بتاعها خلتها من دور واحد. تمام. فهو كان ماتش واحد بس اللي لعبوا الفرقتين مع بعض، اللي هو الماتش الاخير اللي الاهلي كسبه 2-1. وطبعا نتيجه انه في تغييرات حصلت في اللوائح من غير اختيار الانديه، شفنا المنظر الهزلي الكوميدي ده، ان كل فريق بيحتفل باللائحه بتاعته او بالمفهوم بتاعه بالبطوله. يعني الزمالك بيتكلم على فرق اهداف وده اللي موجود في اللائحه، والاهلي بيتكلم على مواجهات مباشره بحسب التغييرات اللي حصلت واللي برده ما كانش الاهلي اخطر بيها بالمناسبه. يعني بالظبط كده. طب هو جه دلوقتي قال ماتش فاصل، دي ثاني مره يقول ماتش فاصل ويتاجل. يعني هو الاول كان ماتش فاصل يوم 20/4 بالظبط كده، واللعيبه سواء هنا او هنا والمديرين الفنيين سواء هنا او هنا بيتمرنوا. طب بيتمرنوا لاي هدف؟ مفيش. وفي لعيبه في النادي الاهلي كانت مرشحه انها تسافر مع الفريق الاول وما سافرتش بسبب هذا اللقاء. طب ايه يعني ايه اللي خلاهم يفكروا فجاه بالالغاء لاجل غير مسمى؟ طب ما تاخد قرار. يعني هو ايه صعوبه القرار ان انا اعمل ماتش في الناشئين؟ ما انا عملت ماتش الاهلي والزمالك وجبت حكام مصريين ونجح. لا وصعوبه انه 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 تعمل ماتش فاصل في دوره تنشيطيه مش مهمه زي ما انت دايما بتتكلم كمان كاتحاد كوره. يعني السبب في القصه دي او ان السبب ان الماتش ما بتلعبش، ما يعني ما تقدرش حضرتك تقول حاجه عنه غير ان هو تخبط، غير ان هو قرارات غير مدروسه، غير ان هو هل ده بسبب سيف فاروق جعفر مثلا والمشكله اللي حدثت وموضوع امام عاشور والكلام ده كله؟ امام عاشور كده كده مش هيلعب الماتش. لا انا بتكلم على المشكله اللي حصلت، انا مش بتكلم على ان هو يلعب ولا لا. يعني المشكله نفسها قصدك يعني؟ بالظبط كده، ان في مشاكل حدثت بسبب هذا الماتش، بسبب هذا اللقاء. هل هم عايزين يبعدوا عن المشاكل دي؟ يعني انا مش فاهم. ما اصل هو مش الماتش ده بس اللي هيبعد الفرقه عن المشاكل، لان امام عاشور الموسم الجاي مثلا لو موجود في الزمالك هيلعب قصاد الاهلي. ده لو الامور يعني دي، ده السبب. قصه سيف فاروق جعفر هي القصه يعني برضو حته اللوائح وفيها تداخل او فيها تضارب شويه. اللائحه بتاعه 99 بتقول انه اللعيب لما يكون موقوف في مرحله سنيه ويتم تصعيده لمرحله سنيه ثانيه يكمل ايقافه. بس امتى نرجع ان الايقاف ده يتم في مرحلة سنية أعلى؟ لما المسابقة الأصلية تخلص. يعني لو 99 دي خلصت فنقول إن إيقاف سيف فاروق جعفر يمشي من ماتشات الدوري الممتاز بما إنه متصعد دوري ممتاز أو بما إنه متصعد فريق أول. الفكرة كلها إنه المسابقة بتاعت 99 أدينا هو لغاية دلوقتي مش عارفين هي خلصت ولا ما خلصتش، كل شوية يتقال ماتش فاصل ويتأجل، ماتش فاصل ويتأجل. في نفس الوقت برضو وده حسب تصريحات يعني أحمد مجاهد، إنه الفيديو اللي حصلت عليه العقوبات
مفيش ما يثبت ان هو يخص مسابقة 99. هو فيديو لعيبة الزمالك بتقول ألفاظ معينة أو بتغني بطريقة معينة، فبناء عليه احنا عقدنا اللعيبة دي. فاهم حضرتك ازاي؟ هي قصة برضو يا فندم، يعني سيبك من الفيديو، لأن أنا خدت قرارات وأنا كان قدامي إن أنا أخد قرار باقتسام البطولة والموضوع انتهى. لكن أنت خدت قرار إن الماتش هيتلعب وعايز تبين قوتك ومركزيتك في القرار. طب بعد ما خدت هذا القرار، إيه العوامل اللي حضرتك قلت مثلا إن الماتش هيتأجل لأجل غير إيه السبب؟ مفيش سبب، ما هي دي المشكلة. هو اصلا بالمناسبه يعني لحد دلوقتي كمان، لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي، القرار ما طلعش بشكل رسمي بالمناسبه. يعني عشان كل واحد ياخد حقه، كابتن احمد شوقي هو اللي كتب على تويتر امبارح، وبعد كده لما سالنا في الاتحاد عشان نتاكد طلع ان الموضوع مظبوط وان فعلا الماتش اتاجل. انما القرار لحد اللحظه دي ما اعلنش بشكل رسمي من اتحاد الكوره، وده برضو ملوش سبب. زي يعني هو مثلا بيحاول يجس النبض، يعني التسريبات ما كده، اصل المعلومه ما دام وصلت ومدام كابتن احمد طلع قالها يبقى اكيد المعلومه وصلت. وهنا كابتن عمرو انور مثلا في النادي الاهلي والمدير الفني نادي الزمالك اكيد سمع، لان انا رقم واحد الاداري بيجي يقول لي انا بتمرن ليه؟ يعني انا دلوقتي عندي ماتش فبجمع اللعيبه، فجي الاداري قال لي يا كابتن ده الماتش هيتاجل، فده وضع طبيعي ان الخبر يتسرب. يعني هو ما اعلنش بشكل رسمي، بس عشان يطلع في وسائل الاعلام لازم يكون اتسرب. اكيد طبعا، اكيد اكيد. بس هو عموما يعني استاذ كريم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني